وإن كان طل العيد غنيتي وسنين عالهجران ما بكيتي تبقى بحد الشمس طلعتنا تبقى أهل وجنود نحميكي وإن كان طل العيد غنيتي وسنين عالهجران بين محافظة جنين ومحافظة طوباس على أطراف مرج بن عامر بتوقع البلدة اللي إحنا وياكم اليوم رايحين نحل ضيوف عليها في برنامج حروف وطن مع الأستاذ المخرج باسل عطلة اللي هي بلدة عكابة. منين أجت التسمية؟ كيف هالناس؟ إحنا وبرنامج حروف وطن أول مرة بندخل هذه البلد رايحين نتعرف عليها. جاهز يا أستاذ باسل نخش على البلد؟ الحكني يلا. دخلنا على بلدة عكابة ويا طويلين العمر مباشرة على بلدية عكابة بعد ما صورنا وروحنا وتهنا وضعنا وإحنا نسأل طلعت أول البلد البلدية ومباشرة على مكتب السيد جمال أبو عروة رئيس بلدية عكابة. أبو إيش البلد شيء؟ أبو منتصر. أبو منتصر من عكابة أنت؟ صحيح. عكابة أصلي. يلا طيب في البداية بنرحب فيك برنامج حروف وطن. أهلا وسهلا. من كل لك يا طويل العمر بدنا نبلش نعرف الناس على عكابة. شو اسم عكابة؟ شو أصله؟ عندك معلومات ولا انفلتوا لهالناس؟ لا منين اجى اسم عكابة؟ في معلومات في روايتين. الرواية الأولى إنه في ولي كان في البلد اسمه عقب النبي عقب وسميت البلد بالنسبة له هاي إحدى الروايات. والرواية الثانية إنه نظرا لوعورة المنطقة فسميت عكابة. يعني عكابة شغل العكب وما عكب هذا. أيوة. عند الفلاح. أيوة. يعني مش لا يوناني ولا روماني ولا كنعاني وعودة أراضيها عكابة. قديش عدد سكان عكابة الموجودين؟ 8300 موجود. في منها مغتربين أبو؟ في مغتربين. قديش في برليت؟ يعني في بحدود 2000 مغترب. 2000 من بلدة عكابة. بلدة عكابة غالبيتهم موجودين في الضفة الشرقية. طيب لو سألتك مساحة عكابة في الدنومات عشان الدنوم تقريبا 8350. في منها شيء متصادر ولا كله مع الأهالي؟ لا كله مع الأهالي. احنا منطقة ألف. منطقة ألف صافي. عليش عايشين 8000؟ بزرعوا بيطلعوا بربوا حلال بعدهم ولا نسبة كبيرة دبوا على الوظيفة؟ نسبة كبيرة في الوظيفة العامة يعني أكثر من 50% بيعتاشوا من الوظيفة العامة والبقية على الزراعة. في نسبة كبيرة منيحة في الزراعة. المي الكهرباء إضافة للعمال يعني. المي والكهرباء عندكم واصلة كل الدور؟ لا واصل الخدمات واصل جميعا. فيش مشاكل عندكم؟ في مشاكل في الطرق يعني الطرق المزفلة مش واصلة كل البيوت. قدمتوا يعني قلتوا قدمنا لأكثر من جهة وبننتظر يعني ننتظر فرج الله. ننتظر فرج الله فرج الله. طيب العائلات اللي في عكابة العشائر الكبيرة الحمايل الكبيرة فلتنا من الفروع هذول احنا بدنا العائلات الكبيرة. عد لي اياهم. تنساش حدا انا بتدخل. لا لا مش راح انسى حدا. نسينا حدا بعدين تصير انا بتدخلش منا كلهم. في دار ابو عرة ودار ابو غنام ودار المصري ودار ابو السيد و ابو حمد. وابو حمد راضيين. ضرب السيد وضرب ابو حمد هدول اصل البلد بس بجوز اصغر عائلتين في البلد. اصغر عائلتين. وفي دار الكيس عشان ما ننساش حدا وكلهم على راسنا طبعا.
طيب قبل ما انا انهي اللقاء معك، شو في هم كبير ليش بتفكر فيه وانت قاعد مع اعضاء البلديه او انت في الدار او بتنزل في البلد بتقول والله يا جماعه عكابه في هذه الشغله ناقصتها لازم احنا نسوي لهم اياها؟ شو هي؟ ناقص مشاريع كثيره، يعني بجوز يعني المشاريع البلد مقتصره على الخدمات الاساسيه، بحاجه ماسه احنا لمشاريع تنمويه تعيد دخل على البلد وبالتالي تعمل مشاريع اساسيه. وبنبحث يعني وبنبحث قاعدين صلنا فتره يعني من منطقه دون الناس بدايه السنه، وقاعدين بندور على مشاريع تنمويه تجيب دخل غير، لانها المشاريع الاساسيه بتخسر ما بتربح، بالتالي بنبحث عن مشاريع وهي مش موجوده بغالبيه القرى، انه المشاريع اللي بتجيب دخل للبلديه وبالتالي ممكن تخدم وتغذي بدرجه اساسيه المشاريع الاساسيه زي بناء المدارس والشوارع. انتم تابعين طوباس ولا جيني؟ احنا محافظه طوباس. محافظه طوباس. ابو ايش كل ما بلش بنسى انا حاج ماني ابو منتصر، يعطيك طول العمر. الله يخليك. خضلافنا لسه ما خلصش يا جماعه في عكابه. رايحين تشوفوا هالبلد الحلوه وهي على مد جبن عامر اه تنحسب؟ يعني على اطراف واطراف مد جبن الى حد ما وشبيهه فيه من حيث السهول. شبيهه خليكم معنا فيز مش هيك ولا هيك، رايحين على عكابه. ضلي بعين الشمس خليكي، وكان ضل العيد غنيتي، وسنين على الهجران ما بكيتي. تبقى بحد الشمس. بعده معنا رئيس البلدية أبو المنتصر. أبو المنتصر إحنا يعني مبين من الصورة واقفين في البلد القديمة، هذا هو وسط البلد القديمة؟ صحيح، هذا هو وسط البلد القديمة. المعظم أو كل البلد كانت عايشة في المنطقة. خلينا نمشي شوي إحنا والأستاذ باسل. هسا هذه البيوت في منها لناس مغتربة خارج فلسطين مثلا؟ هاي كانت دكاني، هاي دكاني وكانت يمكن الدكان الوحيدة في البلد. لمين؟ مين بقى صاحبها؟ صاحبها المرحوم صبر السيد. هذه أقدم دتشاني يعني من الدتشاتين القديمة؟ من الدتشاتين القديمة في عكابة. هذه البلد القديمة يا أهل عكابة المغتربين؟ لا، عكابة كانت تسكن في الحوزة هاي. بنعرف كل بلد بكى فيها أو يبكى فيها شغلة دينية، ولي خضر أخضر. عكابة فيها أماكن دينية زي إيش؟ فيها الشجرة، موجود في معظم القرى موجودة شجرة اللي بسموها شجرة النبي عقب، ولي وقبره تحتيها. ولي يعني ولي وش قبر شجرة هذه. هذا بكى يروح النسوان يسجن عنده ويضوين ويندلن يا رب خليه لابني، ويروح الختيارية والناس يغيثوا عندها لما بوقف المطر يروحوا يغيثوا عندها. ابو وين نروح؟ خلينا نطلع لفوق احنا وياك. ابو منتصر حكوا لي انه عكابة صارت تنتج لوز وبكمية منيحة، قديش تقريبا كم دنم يعني بنزل علوز عندكم من النوعية المنيحة يعني؟ من النوعية المليحة من مساحة عكابة اللي هي 8400 8350 دنم، في 2000 دنم مشغولات باللوز. باللوز. طب هذا كل ألف شجرة لوز. طب كل هاللوز وين بتروحوا فيه؟ شو بتساووا فيه؟ يعني احيانا في بعض الجمعيات بتشتري وبتصدره برا، وفي احيانا بتتاخر عند المزارعين وبالكوش سوق له لانه في استيراد لوز من تركيا ومن اسرائيل. اها، يعني يا جماعه الخير ما شاء الله، يعني هاي بلدنا هاي وطننا هاي عكابه بتنتج لوز، ليش احنا نروح نستورد من هنا ومن هان؟ طب ما فيش اي تفضل ابو معن. نوعيات فاخره يعني لوز ام الفحم يعني نوعيات فاخرة، لوز يعني بجودة عالية. جودة عالية. هسا ما ضلش مخاتير عندكم في البلد، راحت مط المقطرة راحت المض وهم الله يرحمهم توفوا. هسا البلدية هي مسؤولة عن كل شيء. البلدية مسؤولة عن الكل. أبو منتصر بدنا نرجع للهموم والمشاكل والإنجازات. أنتوا استلمتوا البلدية جديد، يعني في إنجازات، في مشاريع على الطريق أنتوا رايحين تنفذوها، او في اي شيء انت مثلا حاب انه فعلا ضروري عمله في اسرع وقت للبلد؟ يعني بجوز صرنا 9 شهور من بدايه العام استلمنا البلديه على اثر الانتخابات. في شغالين في العديد من المشاريع من ضمنها مشروع توسعه المخطط لهيكل البلد، لانها بدات تتسع البلد وبحاجه لتوسعه.
ومن ضمنها مشروع مدرسي يعني بقيد الاعداد التصاميم والدراسات، وقريبا جدا سنباشر في عمليه التنفيذ. وفي مشروع تعبئه الطرق برضه قيد الاجراءات الورقيه، وفي غضون شهر شهرين برضه بنبلش اللي هي الشوارع الداخليه. الشوارع الداخليه اللي هي قديما تعبانه، بدنا نعاود ناهلها. هذه البيوت القديمة، وهذه الحارة قلت لي بعد برضو اسم تابع على البلد القديم، يعني العكابة القديمة. تابع على العكابة القديمة. بقت عكابة القديمة حواش يعني، ولا حارات، ولا هذه حارة دار فلان وهذه حارة دار فلان؟ لا، كل البلد كانت بحوش واحد. حوش واحد. كانت بحوش واحد. طيب بدي أسألك، في لسه بيارة في البلد؟ في نبع، في عيون، ولا المية تيجيكم؟ لا، نبع وعيون لا، في بيار جمع. معظم البيوت وغالبية البيوت في عندها بيار جمع. في بيارة جمع. بيار جمع عامة بأبار توازيج وفي ما فيش لا. طيب بدي أسألك يعني المؤسسات، أنتوا بس المؤسسة الوحيدة يعني الرسمية في عكابة؟ لا، هي المؤسسة الأم والراعي، في مؤسسات فرعية بتتعاطى مع قطاعات معينة. في الجمعية الخيرية، وفي نادي عكابة الرياضي اللي هو نشاط ثقافي واجتماعي ورياضي، وفي الجمعية الزراعية بتتعاطى مع القطاع الزراعي ومن أنشط الجمعيات في البلد، وفي مركز نسوي، وفي كمان جمعية ذوي الاحتياجات الخاصة معاقين. هذه كلياتها بتخدم اهل البلد، كلها بتخدم. هذه برضو هذا الحوش لمين هذا ابو؟ شو هذه، بكت مضافي ولا شو هي؟ هاي دار المصري يعني. هاي دار المصري. في منهم مغتربين برا هذولا؟ يعني في قليل يعني، بس قليل جدا مش كثير. هذه البلد القديمه يا اهل عكابه، وخاصه المغتربين احنا موجودين. بس قبل ما اختم بدي اسالك، جيران عكابه بتقدر تعد لي اياهم؟ مين من الشمال، مين من الجنوب، شو حدودها يعني؟ من الشمال رابه، ومن الغرب صير والكفير، ومن الشرق طباس، ومن الجنوب الفرع. مفتوحه مفتوحه. كل الاراضي عكابه معاها، كل الاراضي. هذا الجبل مالوش اسم؟ جبل الكرع. ايوه، يا ليت تاخذ لنا اياه. احنا هذه الصور عشان المغتربين اللي برا اللي سيادهم بقوا يقولوا لهم جبل فلان، هذا جبل الكرع، وهو كرع هي الشجر الكليل عليه. ابو منتصر واعضاء البلديه مرافقيننا، خليكم معنا في لسه جولتنا في عكابه ما خلصتش، لسه اللقاءات على الطريق جايه، وبقولوا لنا في عرس مش هيك ولا هيك، على غدا روحوا يلا. في عكابة رئيس البلدية أبو منتصر وأعضاء البلدية كانوا تحت نوخذك عند الحج البركي. الله يبارك فيك. عرفني عن حالك. غالب محمود سالم. طيب ليش معصب؟ لا أول ما مضلش لك كل علي الطلاق اسمي غالب. لا طول بالك حاج، بلشنا هالسعيات. أبو إيش البركي؟ أبو بسام. أبو بسام كديش عمره؟ من الآخر من بعد عم يجوز راعي، اليوم تراعيش. طيب إيه شو بدك؟ كديش عمر البركي؟ العمر كديش؟ 83. مقطوعات مفصولات؟ ابدا. الحجه موجوده؟ موجوده. الاولى ولا الثانيه؟ الثانيه. انا بعرف لكم، انا عارف الثانيه. تقعدوش انتوا هذا الا. طيب حج 83 سنه فضل. بدنا نقيم منهن 20. لما بقيت شبيب وانت ما شاء الله عنا تتحنجل في هالحارات شبيب، بدي عكابه قبل 60 سنه كيف بقت؟ مالنا كيف بقت؟ عكابة كيف بقيتوا عايشين كلي؟ بكوا محترمين وملاعبين وبعدهم بهات هسه منزعل ولا طيبين كيف بقت العادات والتكاليد عندكم هنا في البلد، خاصة في العراس؟ بدي أسألك على العراس، أنت لما تجوزت وش قد دفعت مهر الأولى؟ أنا والله بقيت أزمر زمار أخرى يعني، باكي تشبه. وأنا اللي كايم في الحفلات يلغول باكي يلغول. طيب لما تجوزت أنت قد بك عمرك أول مرة تجوزت فيها؟ 20. في 20. قرابتك اخذتها ولا غريبه؟ لا قرابتي. بنت عمك شو؟ يعني قريبه. راعوك؟ بكى الفيض غالي؟ ما بكى ليره ونص ليرتين. باكي شو باكي؟ شو هذا ما اخذ سداد دين؟ شو ليره ونص؟ ولا شو مالك؟ طيب كلي كيف بكى العرس؟ انسى عراسي اليوم، بتروح بتنكنت في الصاله وبتوش الكيك زينا بلت العرس. بكى داخل الحاره بالشارع. شايف؟ يجوا حد دائما نفس البلد.
حتى والله اختيار حياة عبد الله مو حلوة. طيب المهم بكر رحنا النسوان جبن حطب من الحراش مغرب بكتش حراش حتى ويعللوا ويحدوا. قديش يقعد يعللوا بكو قبل العريس يعني مع العرس؟ والله بكو طولوا 10-12 ليلة. هيك 10-12 ليلة. كل اللي بدي اسالك لبس هاي العكابه هذا اللي انت لابسه القديم كله هيك كله. طول بالك حج علينا دمايات هيك بكى يعني بنطلونات الجبل والكمباز وال ما فيش هاي بدل ما فيش البدل انسى اليوم فلت نهرب منتصر ولا شيء فلتنا منها البدل احنا بكينا هذول الكمباز والشروال هذا ابو خيط اللي يلف على العيله هذا كلياتها شنو بتعرفوا الدتشي؟ ما اعرف ما بديش اعرف لا كل هذه ما عندك ارض انت حاج؟ عندي بتروح بتشكشك عليها؟ اليوم لا ليه؟ بقدرش من وجع جري ولا الشباب بروحوا؟ الشباب بروحوا بكشكشوا على الزيت بيشتغلوا ولا عندك زيتون؟ عندي لو سالتك قديش عكبه بتعمل زيت عشان جدوى في السنه؟ والله ما بعرف يا حجي انا. طب انت كم جرله بتساوي؟ انا بسوي 30 و40 معناها بتساوي لي 10,000 جرله لا ول 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 تركت انا جاي ضريبه تخافش مالك يا زلمه ابو بسام نعم معي هديه من مصنع الواجح تفضل هذه نقدم لك اياها مشان ام ايش جديد الله يخلي لك يا رب ام محمد هذا بده ينسى هيك شيلنا مشان تقول الله يبارك فيه جلاب الغنائم ابو بسام ابو بسام يعطيك طول العمر ان شاء الله والصحه والقوه الله يحفظك ولع لي هالسيجاره اللي في جات يلا خلينا ان شاء الله بتخوذكم هاي هسه ليه بتخوذنا ما سولار هي عديتها مش مجد. يقدر مهما صار رح منعود احنا الاصالي نبعها ونشود الحدود مهما تباعدت الحدود روح الدم الحر يفديكي وكان ضل العيد غنيتي وسنين عالهجران ما بكي بعدنا في بلدة عكابة زي ما انتم شايفين وجابونا البلدية عند الحج النوار الله يطول عمركم بيكم أهلا وسهلا طول عمركم حجي بعد عارفيني عن حالك أول شيء فوزي الحمدان فايزة بأمر الله من عكابة دربارة ما جابوكيش غريبة لا 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 معك كح عكابة كح عكابة دربارة يا أخوي تيجيك على راسك رئيس البلدية الله يحيي وحييكم خالتي أمي ايش البركي أم ثلجي كبير اسمه فلج اللي بغيش يعني عادي حكينا شحنا انا رملها حكينا شحنا تصفنش يعني ام ثلجي اي نعم ام ثلجي نعم ما حدا سامعني كل بجوز كم مليون هيك بيحرزوش لا والله قديش العمر داري انا بكون 70 بديش اشهر يتحز الفصيلي عند داري ايش اسوي لك ابقي اسوي معي ابني مش كاري يعني خدت طيب مش كاري مش عارف مواليد اي سنه لا 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 طيب لما سعيني تعالي شوف كبيري مثل جي لما نعم. تجوزتي قد ايه بقى عمرك 19 سنه 19 و70 89 19 سنه بقى عمري 19 يعني فيهن 80 لا لا طب قديش ليش متجوزه اسمعي الحج الله ولك احكي يا فلتينا منهم هذول متجايين معانا دول علي هذول متجايين معانا دول علي يا جبني الحج موجود ولا الله يرحمه الله توفى له 5 سنين له 5 سنين قديش قعدت متجوزه انا يوم انه اخذني بيني وبينه 10 سنين هو اكبر منك 10 كرابتك ليه من مش ابن عمك يعني تحرلاش واخذك لا لا مش تحرى قديش دفع فيك في ايامها دفع 100 دينار مزيونة البلد بقى الحجة 100 ليرة هذول هذول 100 ليرة باكيت ما شاء الله 100 دينار والحمد لله والحمد لله يعني وزعنا عليهم وراحت تبطش الشغلة
احكي مالك فلتش منهم انت فلتش والله ما بزلت. ليش زعلنا عليهم؟ ما قدروا شيء وفوهم بس استرهن؟ لا هو مش هو بكى يعني ولي امر عليه. وبعدين تمت الحرية بعد يصير طلاق وما طلاق مش غشيم نيت. تمت الشغلة بأمر الله ربنا راد تمام. طيب هسه بدي اسألك عن ايام زمان اول ما تجوزت الحج لابد بكى عنده ارض هيك؟ لا ما عنده شيء. هذا ما اخذتيه مقطوع انت؟ الحمد لله انا راضي. طيب يعني بكيت تشطح وتزرع وتكلع وتحصدوا للناس يعني بالاجره يتضمن يتضمن ضمان بكيت تروحي على الحصيده؟ بكيت اروح الحمد لله. وتروحوا البيادر الحمد لله وتحزمي حطبوا على راسك وتجيبي والله من الحوف هذاك طلع عليه. بكى في عندي طابور؟ وين لا احنا تطورنا طورتي؟ شو تطورنا؟ طورني ايش بناتي؟ نسوان اللي طورن حالي انا بناتي اليوم شراني اللي مضيته مضيته بس طورني نسوان اليوم يعني نسوان بتقولي يا زماني الاولي احسن والله احسن بتخل فيهم عن زمان؟ بخرف تحكي لهم بكون هذا موديل عتيق و يعني مش معجبهم ابيض واسود انتم يا حبيبي عتيق انتم الحمد لله بتكون انها شايفه المره بكت تبقى واقفه جنب جوزها في الحصيده والله كلبك مشوي تعالي جو عليه زمرة هالكدة عليه هيك صدى هالكدة هو مش زلمتي والله مليح بك انا ما اعرف زلمتك ما اعطى الله يرحمه وراح يعني وربينا هالحياة والحمد لله رب العالمين ورضينا باللي انطانا يا الله ورضينا ونحصد ونغمر هذا السبع وراح خلص راح الله سهل امره فلتش منه هذا اغمر والله امور اربع خمسة كاكب بالخير هذا كايمة بصير على راسي بشهري فيه شهري شد علي ربي كدمت المرأة تتفرشني بكبلين بنات مزرعين المرأة بكبلين بنات اليوم يشتغلين مع جيزان هي اي خليت تشد المي لوحدي حبيبي ولا يبقى عليك بالثاني شوف الحسد ها احنا جايين نحسد جايين نحسد بعدين احنا نروح نفلتش بعدين نتدخل شو بصير تفضل خفي ما بخافش الا من الله بس الله يقويها من ثلجي والله ما بخاف الا من الله الحمد لله والله قوي قولي لي ديني وتكوي هسا انت هسا لما بيعزموك على عرس بتروحي انت هنا؟ لا ما بروحش ليش اعتكفتي بعد الحج؟ لا مش قبل الحج رملت وقعدتي ولا شيء؟ لا قبل الحج والله يا حجي في احترام لله شو العروس بتروحيش على العرس؟ لا بروحش عشان مش عروس زي ايام زمان لا زمان شيبك. يعني ارطبك بدي اسالك كيف بكت ابني ما اندهش لهيك بروحش الله يرحمه طيب بدي اقول لك كيف بكت غنانيهم ايام زمان؟ غنانيهم؟ مش اليوم على التلفزيون بغني على المسجل بس غنانينا بكت ذهب نطلعها من الكح الكرمية من تحت ايوه اطلعي لي كل اللي بكل بشطولي ايوه اطلعي والله كلبك مصموم انا اليوم مستنين كان التلفزيون وحش التلفزيون احنا لا لكن انا اسس الاساس وبالقص نسلو انت بلا عليك لكن نجبت انا كلك راح دبشت السويت احنا من كل سلو على الداخل انت لحقت سلو انت تابو ثلجي لا 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 اليوم بنقص السلو بيطلعون البخار وبزمين السيف بقصين احنا احسن منهن مليون مره طولي بالك احنا مروحين مفلتيلش بقول لك بقول لك انا خايف منكم من هون اسمع والله ما بخاف الا من هواك واحد هو الله الله يقويها لا من ابن ولا من حاجه الا من الله الله يقويها من ثلجي الحمد لله الله راسنا كبير احسن والتكوى ولما بكوا يعللوا والخيل اللي طارد والملبس المطعوج الحامض حلو هذا كل شيء بك احسن والشعشبان الطبيخات على الصحيح على الخبز اللي اخذ هنا نروح على السلحب واحنا ماشيين ناكل فيه احسن مجموع ولا شو على الصحيحه مش اخرى ناكل وماشيين حافين المجدره تاعت البرغل لا مش لابسين مش مشيات ما لحقت مش مجدره البرغل هذا ولا بعد هذول الله لا يجعلهم يلحقوا هذول بوكن بالطبيخ البايت البخزي مثلهم وهذا بنكبر ناكله أنا وكنت بخلي وتين مجدرة بخلي سميد وبندورة رز وبندورة لا سميد وبندورة سميد وبندورة أشجع والوشتاية والوشتاية والمسلوعة بلا مسلوعة بلا مسلوعة كله طبيخ زمان أحسن بقى فيش دعات ولا مرض هذا كله مرض كله دعات وعلى راسهم اليوم بتنتج دار العريس ولا العروس بتنعتشش اليوم بحنين في الصلاة صلى على النبي الحمد لله ولا لا بهالليل ولا بكت الزم الجوني ولا الحنة على راسه والدوس قدامه يا حبيب الحنة والسعادة فيه والروح نحني تحنوا الناس اليوم كلام رسم الله رسمها بين وبرسم بهم قاعد يا زلمة انت خليك انت تجوزت على الموديل الجديد انت شو بنت شو لك على العتيق على العتيق ابوها شو بدنا نقول لا اله الا الله محمد رسول الله شو بدنا نقول لك هذا اللي حكناه
نروح على الحوف هذا لكن نجيب حطب ونتحط على روزنا نزمن اخر السلم. لا ذاك ما نجحش، ما احنا جحوش. شايف اليوم لو تقطع الكهرباء ويرجعوا بدهم يخبزوا على الوكاده ويكون لمرة تروح تجيب لنا حزمه حطب، شو بتساوي؟ بتطلقوا. قبل ما نصل المحكمة الشرعية خليكم معنا، فش بعدنا في عكابة. حجي نعم، هذه الهدية من شركة الرجعة نقدم لك اياها. لمين بديش تعطيها؟ استني يحفظكم الله. اليك ولا في عندك ولد هذا تال العنكود هذا؟ والله تال العنكود ورا اولاد. كلهم جوزتيهم؟ والله هذا باخذه الي، انا بدي اقعد بحيري، هذاك انت فيه وهذاك بديتي. لا ما اجعل الهندا ياخذني، ما عندنا فيه. هذه ليش؟ فيش عندك العش طير. بديش امطي لحدا. هذا للحج يخليكم معنا في سوله الحكوني. بديش امطي لحدا. بخاطرك. مع السلامة. يطول عمرك. الله يسر امركم. يا الله ظلوا محبوبين. ويقويك. عند الخلق. ويقويك. الله يحفظكم، الله يرضى عليكم، الله يجمع معاركم، الله يجيب اهلكم من ناركم. شو بدكم؟ بس كلبش مصموت. خليها ذاك العالم. خليها انا. في بلدة عكابة بدنا نعمل حفلة تعارف يا جماعة، نبلش منها. تعال وين حرام؟ جمال. تعال جمال. جمال أبو عرة. أنا نفسي اسم رئيس البلدية الباصرة. نعم. هان. أبو محمود المصري. محمد المحمود إسماعيل المصري. عائلة عكابة. أيوة. سامح غنام نائب رئيس البلدية. رئيس البلدية جمال أبو منتصر تحدثوا. جاسر أبو عرة عضو بلدية. مأمون غنام عضو بلدية. جمال غنام عضو بلدي. محمد غنام عضو بلدي. كلياتكم من عكابة. هذا اللي احنا واقفين فيها على حالها شجرتيش قولوا لي. الله. هاي بقولوا لها الفلفل. هاي فلفل. الفلفل. اسم ولا هي فلفل يعني؟ فلفل بري يعني. بس احنا بنسمع من الختارية هاي الفلفلي. بقول انه بقي سمعت بخلفه في انه ياخذوا للعراس شو يعني؟ نعم كانوا يزينوا اللوج العريس والعروس في أغصان شجرة الفلفل. نعم. تزيين لزيني لزيني. بقولوا الاختيارية إنهم يعني مش هاكل عن 200-300 سنة، يعني أجوا الاختيارية لكيوها شجرة فلفل كبير. لكيوها. هذه. ما حدا بيستعمل منها لغاية الآن، يعني ما حدا جرب منكم. لا لا لا. جيل جديد خلص. بعدهم باخذوا منها للعراس ولا بطلوا؟ لا صاروا صالي كلهم صالي. لا باخذوا بعدهم باخذوا في اللي بصير العرس في الدار هون باخذوا له. طيب ابو منتصر بدنا نرجع للشجره الاساسيه تاعت الولي النبي عكب. شجره ايش هي في الاصل؟ شجره بلوط. بلوط. بلوط بس قديش عمرها تقريبا؟ عمرها برضه 100 سنين قديمه يعني. الختياريه صح يقول لك يوها زي هاي الشجره زي الفلفل. وتحتها تحتها في قبر لولي اسمه عكب. هو يعني الولي على اسمه. أيوة هي بلوطة ولكن سميت شجرة النبي عكب نسبة للولي. اللي حدا بعده بروح بزوره بتهتموا فيه كبلدية يعني كمعلم ديني في البلد ولا؟ لا لا مفتوح لا للعالم. لا 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 هي شيء أسطوري يعني، وبالتالي الناس بطلت تتعامل مع الأساطير. بدنا نسمع بتقول لي أسطوري بس احنا واحنا قاعدين يا جماعة الخير رايحين تتابع الحلقة انتوا وتشوفوا الحجة بسام بقول لك والله ما وعد بيستجي قص من هورك. كان يخاف. قديم 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 كانوا يخافوا من ابوك يعني بتقعد قص منها هسه احنا وياك بتقطع بقص كلها. الناس بقصوا منها والله. هذا الحج انا ابوك بقص الشجرة وبقص حكي بقول قبل. قبل اول. هي خرافات كلها. حياة امام المسجد القديم كان هو الوحيد لانه عارف انها خرافي مش حقيقية. كان يروح يقص منها ما يهبش يعني. يقولوا هذا لأنه الخطيب مسموح له يعني. وهسا أهل البلد. عشان هذا بيخدم ال خادم على هم ما يستجروش. هم ما يستجروش. هسا صاروا يستجروا. هسا إحنا جيلنا بيستجرع عاد ما. مش مأمنين إحنا كجيل. مش مأمن بالخرافات هاي. جمال قطعت شيء منها انت؟ لا والله مرة. جمال بعده على الجيل القديم. خليكم معنا بعد جولتنا في عكابة ما خلصتش الحلقة. زي ما حكينا واحنا بكينا عن شجرة الفلفل مع أعضاء المجلس البلدي وأبو منتصر، وحكينا عن شجرة البلوط اللي هي عند النبي عكب أو عكب اللي تسمت عكابة على اسمه. هاي هي الشجرة اللي قعدوا سنين ما حدا يستجي يقص منها ولكه، واحنا مش رايحين نقص ولا شيء. شايف يقصوا جماعه عكاب اهل البلد هم ادرى. هاي هي مشان احنا بعض المغتربين اللي بقوا سيادهم حاشين لهم
عن الشجرة من كلكم. هيها يا شباب يا أولاد عكابة في الأردن في الخليج وين بكيتوا بتتابعونا. وهيو واحتمال إنه القبر موجود في المنطقة بس مش مبين لأنه قبر قديم. بقولوا لي أعضاء المجلس البلدي إنه في مغاير تحتها بتيجي، يمكن هي بكت المقام أو بكت المنطقة للنبي عكب أو عكب اللي اتسمت عكابة على اسمه. هاي هي الشجرة وهي شجرة بلدكم، تستنى فيكم بعدها الجماعة اللي هانا بقصوا. تخافوش من ترجعوا قصقصوا زي ما بدكم وتدفوا. يا بيت شمع وغايت شوشينا، غرب وشتات ونار تكوينا، هيهات ننسى اليوم ماضينا، احنا عقرب غد يجيني. وان كان ضل العيد غنيتي، وسنين عالهجران ما بكيتي. هلا بضيوف عالساحات حلات حلات، أو هلا بضيوف عالساحة اتحلت، وعقد من القلب يا حباب حلا. يا 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 وين الخراطيش أبو منتصر؟ وين الطاقس؟ وينهن؟ ونهاوند على أرض عقاب اليوم حلات، وهلا ومرحبا بكل الصحايا. أهلا وسهلا بالجميع. وإن كان طل العيد غنيتي، وسنين عالهجران ما بكيتي، تبقى بحد الشمس طلعت النار، تبقى أهل وجنود نحميكي. باين عرس صحيح، بس مش سامع لا صوت زغاليت ولا صوت طبلي ولا صوت، شو الحكاية؟ يعني للأسف في فقيدي في البلد في بيت عزاء قريب من العرس، ومن باب التقدير والإحترام فاكتفوا بالعرس بالغداء، يعني بإكرام الناس بالغداء يعني، وهي قيمة اجتماعية يعني. طب العرس اللي احنا فيه لمين؟ العرس للشاب مراد ناجح أبو عارة. نضل أبو عارة جماعتكم كلهم جماعتنا. مبروك يا عمي. طبعا زي ما انتم شايفين احنا في حفل الغداء في بلدة عكابة في عرس لمراد. المرة الأولى هذه للثانية. المرة الأولى لمراد أبو عدل. من كلك ألف مبروك. مبروك لكم جميعا يا جماعة. إن شاء الله تبقى بحد الشمس طلعت أهل وجنود نحميكي. وإن كان ضل العيد غنيتي، وسنين عالهجران ما بكيتي، تبقى بحد الشمس طلعت النار، تبقى أهل وجنود نحميكي.
هيش بنتون اعزائي المشاهدين وصلنا لنهايه حلقتنا في بلده عكابه. انا انبسطت كثير وانتم متاكد انكم انبسطتوا كثير، خاصه على اللقاءات والجوله في البلد القديمه واللي شفتوه في بلده عكابه. نزل المناسف وهي اللبن مشان ما يضل شيء ناشف. بس قبل ما ننهي حلقتنا طبعا السيد جمال ابو عرله رئيس البلديه، اذا في اي رساله سواء للجهات الرسميه او لاهالي بلده عكابه او حتى المغتربين اللي بتابعونا حاب انك توجهها، انا والمشاهدين والمناسف معك. واحنا على مائده ابناء المرحوم عوض سعيد ابو عرله بمناسبه عرس ابنه مراد، بنقول ان شاء الله دائما عكابه عامره بالافراح، ومن خلالهم برضه بنودي لاهلنا المغتربين في الخارج انه بندعوهم ان المناسف بنتظرهم بشكل دائم. بس بدنا مش بس ياكلوا مناسف، بدنا كمان يورونا همتهم، بدنا يورونا همتهم وسواعدهم، لانه برضه بيطلع لعكابه عليهم انهم يمدوا يد العون يستثمروا فيها ويدعموها ويدعموا مشاريعها ويدعموا سكانها. بدنا مصنع تعليب لوز يا جماعه في عكابه. ابو منتصر بنشكرك وبنشكر اعضاء البلديه اللي رافقونا طيله الحلقه في بلده عكابه. من كلكم تفضلوا، ما حدا بيجي عشان هيك ولا واحد، كل ما وراه شغله يقوم يساويها. واشكر لكم حسن المتابعه باسمي نافذ ابو الشريخ والمخرج الفنان باسل عطا الله. مش الى اللقاء، مش الى اللقاء، شورب يابا على المناسف، يلا. وكان ضل العيد غنيتي وسنين على الهجران ما بكيتي، بحد الشمس طلعتنا يبقى أهل مشلود نحميكي. طول الغياب مش فعدا.